لكم الصوره من امام ملعب البشير. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام الصوره، كنعتذروا صبيب الانترنت ضعيف في هذا المكان هذا، ولكن كنحاول ان قدر الامكان نوصل لكم صوره مشاهدينا الكرام من قلب ملعب البشير بمدينه المحمديه. اخر تعليمات هو لامن الدار البيضاء، اكيد استعدادات كل رجال الامن الوطني قبل انطلاق المقابله اللي غتكون على الساعه الرابعه من زوال اليوم. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام الصوره، كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام الصوره، حضور وادي امن الدار البيضاء الملعب البشير اجل التعليمات الصارمه قبل انطلاق المقابله. مشكور على التواجد ديالو اكيد ملعب البشير، وكما كنلاحظوا دائما الحضور ديالو في جميع المقابلات القويه، اكيد التعليمات ديالو كتكون صائبه في المحل ديالها. مشكور وايضا كل رجال الامن الوطني والقوات المساعده، الكل كنشكرهم على المجهودات اللي كيبذلوها. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام الصوره، وايضا رئيس المنطقه الامنيه لمدينه المحمديه، الكل كيتواجد ملعب البشير مشاهدينا الكرام. تعليمات صارمه في هذه الاثناء هذه لكل رجال الامن الوطني من طرف والي امن الدار البيضاء. كما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام الصوره، خليوكم معنا مشاهدينا الكرام في البث المباشر من ملعب البشير مدينه المحمديه. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام الصورة، استعدادات أمنية كبيرة في الأثناء قبل انطلاق المقابلة اللي غتكون على الساعة الرابعة من زوال هذا اليوم. نتمنى من الجماهير أنها تحل بالروح الرياضية وأنها تحس بالمسؤولية ديال اللي على العاتق ديال رجال الأمن الوطني. أكيد بغينا مقابلة تدوز روح رياضية. كما كنشوفوا مشاهدينا الكرام انزال امني كبير داخل ملعب البشير وخارج ملعب البشير. مشكور ولي امن الدار البيضاء على الحضور، على المجهودات اللي كيقوم بها يعني اجل السلامه اكيد ديال الجميع. كما كتلاحظوا مشاهدينا الكرام الصوره، خليكم معنا مشاهدينا الكرام. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام خروج ولي امن الدار البيضاء في هذا الاثناء مشاهدينا الكرام. خليكم معنا مشاهدينا الكرام في هذا انزال امني كبير وفي الجوله اللي كنا مع والي امن الدار البيضاء يعني على جميع المرافق وجميع النقاط المهمه ديال ملعب البشير. تعليمات صارمه رجال الامن الوطني. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام في الصوره، كما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام اكيد تعليمات صارمه على جميع الجانبات ديال ملعب البشير والنقاط المهمه ديال ملعب البشير. اكيد الملعب تقريبا قريب يتمتلئ عن اخره. نتمنى من الجماهير انها تقدر المسؤوليه اللي على رجال الامن الوطني. اكيد مشكورين على المجهودات من الساعات الاولى من صباح اليوم. لكم الصوره مشاهدينا الكرام من قلب ملعب البشير، تعليمات صارمه من طرف والي امن الدار البيضاء. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام الصوره، وبحضور رئيس المنطقه الامنيه لمدينه المحمديه. تقريبا الملعب ممتلئ، نتمنوا ان المقابله تدوز في روح رياضيه كيف ما قلت من قبل مشاهدينا الكرام. بغينا الجماهير اللي جات ملعب البشير انها تقدر المسؤولية اللي على عاتق رجال الأمن الوطني، أن ما يكونش شغب. ما بغيناش داك الشيء اللي شفنا في المقابلة الفائتة نشوفوه اليوم في هذه المقابلة هذه. بغينا الجماهير أنها تقدر المسؤولية ديال رجال الأمن الوطني. من الساعات الأولى ديال صباح اليوم رجال الأمن الوطني كيتواجدوا بعيد المكان، يعني سامحين في الأهل ديالهم في العائلة ديالهم باش يحميوا هاد الناس اللي جايين لملعب البشير. وأكيد هاد الناس ديال ملعب البشير
وهاد الناس اللي كيجيو للمباشر واجب عليهم انهم يقدروا المسؤوليه اللي على رجال الامن الوطني. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام في الصوره، تعليمات صارمه الوالي امن الدار البيضاء، وكيف ما قلت رجال الامن الوطني خلوا العائلات ديالهم الاحبه ديالهم باش يجيو لملعب البشير باش يقوموا بالحمايه ديال هاد الناس اللي في ملعب البشير. وهاد الناس اللي كيجيو من البشير كنتمنوا انهم يقدروا هادشي، ما بغيناش الشغب، ما بغيناش المقابله ديال الرجاء اللي كانت مع الفتح والاشكال اللي كان في المباراه ديال الفتح انه يتكرر اليوم. اكيد ما نقولوش كلشي خايب، ولكن بعض من الشباب الطائش كيقوم بامور سيئه في الملعب، يعني كيف ما شفنا كارثه، ولكن تدخل صارم لرجال الامن الوطني مشكورين مره اخرى. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام، التعليمات مازال مستمره من طرف والي امن الدار البيضاء جميع العناصر ملعب البشير بالمحمديه. لكم الصوره مشاهدينا الكرام من قلب ملعب البشير، وكيف ما قلت من قبل ان الروح الرياضيه واجب انها تكون في جميع الملاعب المغربيه باش دائما نشوفوا الجماهير حاضره وكتشجع الفرق ديالها. اكيد كنشوفوا رسومات جميله في المدرجات، بغينا هذه الرسومات الجميله نشوفوها خارج ملعب البشير او خارج الملاعب الوطنيه عامه. لكم الصوره مشاهدينا الكرام من قلب ملعب البشير بالمحمديه. انزال امني كبير، ايضا قوات المساعده كيتواجدوا بقوه في ملعب البشير، جماهير كبيره حاضره في ملعب البشير. نتمنوا كيف ما قلت كيف ما الجماهير ممتلئه المدرجات، اكيد بغينا الاداء والنتيجه يكون في ارضيه الملعب. اكيد مقابله اليوم صعيبه سواء على الشباب الرياضي السالمي او الرجاء الرياضي. نتمنوا واحد الموفق للفريقين، واكيد اللي غيكون جاهز بدنيا وذهنيا هو اللي يقدر يفوز المقابله واللي غيستغل الفرص اكثر. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام، مازال الاستعدادات مستمره. والي امن الدار البيضاء جاء شخصيا لملعب البشير، تعليمات صارمه من داخل ملعب البشير جميع رجال الامن الوطني بحضور رئيس المنطقه الامنيه لمدينه المحمديه. احنا مازال في هذه الجوله مشاهدينا الكرام مع والي امن الدار البيضاء من زوال هذا اليوم. مازال ساعتين على انطلاق المقابله، خليكم معنا مشاهدينا الكرام في البث المباشر من داخل ملعب البشير بالمحمديه. احنا خليكم معنا مشاهدينا الكرام، احنا مازال في ملعب البشير، استعدادات امنيه كبيره. مشكورين رجال الامن الوطني على المجهودات اللي كيقوموا بها صباح مساء من اجل اكيد السلامه ديال الجميع. مره اخرى مشاهدينا الكرام كنتمنوا اننا مقابله دوز حس رياضي محض، بغينا جميع الجماهير اللي حضر ملعب البشير انها تقدر المسؤوليه اللي على عاتق رجال الامن الوطني وانها تدخل الملعب من اجل التشجيع لا اقل ولا اكثر. ما بغينا الشغب يكون في هذه المقابله، بغينا الجماهير تقدر مره اخرى المسؤوليه ديال رجال الامن الوطني. اكيد المقابله ما بقى لها غير جوج سوايع وغتنطلق. اكيد جميع المداخل ديال ملعب البشير وجود رجال الامن الوطني والقوات المساعده كما قلت من الساعات الاولى من صباح اليوم. نتمنى مره اخرى قد الناس اللي جاوا لملعب البشير ولا الناس اللي ملؤوا المدرجات ديال ملعب البشير انهم يقدروا هذه المسؤوليه اللي على عاتق رجال الامن الوطني. لكم الصوره مشاهدينا الكرام من قلب ملعب البشير بمدينه المحمديه، انزال امني كبير. جميع الصفوف ديال رجال الامن الوطني كتواجد ملعب البشير كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام في الصوره. قبل انطلاق المقابله بساعتين، اكيد مقابله صعيبه، اكيد كما كنعرفوا جميع المدرب عبوب كيلعب الكل الكل، اكيد غيلعب امام الرجاء، ما غيلعبش من اجل التعادل او الخساره، اكيد غيلعب من اجل الفوز. هو ولف كيلعب في ملعب بشير، اللعابه ولفوا الارضيه ديال ملعب بشير، يعني بحال كيلعبوا في الملعب ديالهم امام الجماهير ديالهم، واخا هما ما عندهمش جماهير، يعني جماهير قليله اللي كتجي من الشباب الرياضي من السوالمه باش تشجع الفريق ديالها، ولكن مع ذلك كنشوفوا الروح القتاليه، انسجام ديال اللاعبين كيخليهم انهم يدخلوا في المقابله طولا وعرضا. اكيد المقابله غتكون جميله، بغينا نشوفوا الغزاره في الاهداف كيف ما لاحظنا في المقابله اللي فاتت في ملعب بشير بين شباب محمديه والمغرب التطواني، واللي كان عرس كبير وكان تصفيق بين الجماهير وكانت روح رياضيه. داكشي اللي بغينا نشاهدوه اليوم في هذه المقابله اللي غتكون على الساعه الرابعه. نتمنى كيف ما غنشوفوا فرجه في المدرجات، نشوفوا الفرجه في ارضيه الملعب، واكيد
غنتسناو نشوفوا لمن الغلبه، واش الشباب رياضي السالمي او لفريق الرجاء. حنا مازال مشاهدينا الكرام في البث المباشر، غنحاولوا اننا نعطيوكم صوره اخرى من خارج ملعب البشير باش تشوفوا معنا الاستعدادات الامنيه الكبيره. كيف ما قلت مشكورين مره اخرى رجال الامن الوطني على المجهودات اللي كيقوموا بها من الساعه الاولى من صباح اليوم. الكل جاهز، الكل كينتظر، الكل كينتظر الوقت ديال المقابله اللي غتكون على الساعه كما قلت الرابعه. كما كتشوف معنا مشاهدينا الكرام استعداد امني كبير في ملعب البشير وامام ملعب البشير وجميع جنبات ملعب البشير. خليكم معنا مشاهدينا الكرام قبل انطلاق المقابله اللي غتكون الساعه الرابعه. نتمنى هذه المقابله انها تدوز في حس رياضي محض. كما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام استعدادات امنيه كبيره، رجال الامن الوطني كيتواجدوا في جميع البوابات ديال ملعب البشير واكيد المداخل ديال المدينه المحمديه او المداخل اللي المؤديه الى ملعب البشير. الكل حاضر، الكل متجند لهذه المقابله اللي صراحه غتكون قويه وقويه بزاف. نتمنى واحد موفق للفريقين. اكيد كيف ما قلت لي غيكون حاضر غتكون عنده الغلبه في هذه المقابله هذه. لكم الصوره مشاهدينا الكرام من قلب ملعب البشير من مدينه المحمديه. للحديث بقيه غنودعكم ولا نلقى بعد قليل.